بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي عشاق الفانيلا الحمراء، دكتور وائل أبو العزم يحييكم، حيث يسعدني أن أنقل لحضراتكم الوصف والتعليق على ثالث مباراة في إطار الدور الأول للترتيب من الأول إلى الثامن بين الأهلي والجزيرة. في البداية اسمحوا لي أتقدم لجماهير النادي الأهلي ونادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب على فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط من جلوب سوكر، واللي أهداها الكابتن الخطيب لجماهير الأهلي ولمعالي الوزير المهندس العامري فاروق نائب رئيس الأهلي اللي بندعو لسيادته بالشفاء العاجل بإذن الله. دائم التوفيق للقلعة الحمراء ودائما في الأعالي. بيشكل الفريقين النادي الأهلي في البداية ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، رنيم الجداوي، تمارا نادر السيد، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، جايدة خالد، هنا حتحوت، فاطمة محمد مرزوق، والإدارة الفنية المدير الفني غزال مصر والعرب وأفريقيا كابتن طارق خيري، ومعاه كابتن كريم عبد المنعم وكابتن علياء الجمال، أحمال كابتن محمد عبد العزيز، مدير إداري كابتن ماجد المسلمي، إداري كابتن نجاح ربيع، محلل أداء كابتن أكرم الشرباجي، معد نفسي دكتورة مي القاضي، طبيب دكتورة مروة الحسيني، علاج طبيعي دكتورة ياسمين الكيلاني، مدلكة كابتن إيمان جمال. أما الجزيرة بيمثله جنى وائل، حبيبة حاتم، الأمريكية خديجة، إنجي عمرو، كنزي أحمد، فاطمة هاني، ملك حاتم، رضوى سالم، رنا علاء الدين، عليا خالد، هلا تامر، جنى أشرف، والإدارة الفنية الكابتن عمرو عاصم، ومعاه الكابتن مصطفى السيد والكابتن نهال سعد الدين، أحمال كابتن فريد سمير، إحصائي كابتن علي عبد الباري، مدير إداري كابتن هيثم ممدوح، طبيب كابتن دكتور عبد الغني محمد. يحكم لقاء اليوم الكابتن محمد سعيد زايد والكابتن مرام محمد، وعلى الطاولة فرح الشافعي، عبد الرحمن صلاح، زياد الدباغ، نهى فاروق. نزل لاعبات الأهلي، شايف اهو تمارا ورضوى ورنيم ونادين السلعاوي وميرال أشرف، ادي الخمسة اللي هنبدأ بيهم، والحكمين داخل الملعب الكابتن محمد سعيد زايد والكابتن مرام محمد اللي يمكن لسه جاية من العمرة، بنقول لها الحمد لله على السلامة يا كابتن مرال وعقبال الحج إن شاء الله وعمرة مقبولة. آخر التعليمات الكابتن طارق خيري بيقول أهو الكابتن للاعبات الفريق مرال ورضوى، ولحظات وهنبدأ مع حضراتكم. كابتن محمد سعيد زايد بيستعد. النادي الأهلي هيكون على يمين حضراتكم ونادي الجزيرة على يسار حضراتكم. لاعبة خديجة المحترفة الجديدة في صفوف الجزيرة بتسلم على اللاعبات قبل ما تبدأ، والكرة مع النادي الأهلي. مرال تحت الباسكت لرنيم، ورنيم خطافية عكسية، أول نقطتين للنادي الأهلي بتسجلهم رنيم. الكرة مع الجزيرة، تتقطع الكرة تاخدها رضوى، بتعدي رضوى تلعبها ناحية اليمين لمرال، لرضوى تاني، وعلى طول لنادين اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 4 الاهلي لشيء الجزيره. اصحى يا مجدي. الكوره مع الجزيره. رنا علاء تعكس الملعب لخديجه تحت الباسكت على طول كده في غفله يمكن من الدفاع. رضوى سالم كابتن فريق الجزيره بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 2 الجزيره 4 الاهلي. رضوى تلعبها لتمارا، رضوى تاني، رضوى لتمارا ناحيه اليمين وتصويبه ثلاثيه، ثلاثيه تمارا نادر السيد، اول ثلاثيه في المباراه من نصيب تمارا نادر السيد. 7 الاهلي 2 الجزيره، والكره مع الجزيره. رنا علاء تلعبها طويله لخديجه وداخله خديجه وبتصوب وبتسجل نقطتين ترفع النتيجه 4 الجزيره 7 الاهلي. رضوى محمد لرنيم وتصوب رنيم تسجل 9 الاهلي 4 الجزيره.
بتقطع الكرة، ولكن في إشارة كده هنشوف الكرة لصالح مين؟ لصالح الجزيرة. كابتن محمد سعيد بيأكد، والأهلي بيلعب مان تو مان. رضوى بتقفل على خديجة، بتلعبها الناحية التانية، بتعكس لرنا علاء، تتقطع الكرة ولكن ترجع تاني للجزيرة لخديجة، وتصويبة في سن الحلقة ترد على طول الكرة لتمارة. تمارة تلعبها الرضوة، بتعدي نص الملعب وطويلة تحت الباسكت لرنين، بتسجل نقطتين، 11 الأهلي 4 الجزيرة. خديجة المحترفة الأمريكية، التعاقد معها لمدة سنة زي ما الكابتن عمرو عاصم قال لي قبل المباراة، وهيشوفوا أدائها إذا كانت هتستمر ولا لا. تصويبة في سن الحلقة ترد الكرة على طول تاني الحبيبة حاتم، حبيبة تلعبها الرنا علاء، رنا بتحاول تعدي، بتقفل عليها تمارة، بتسقط تحت الباسكت وعكسية من حبيبة حاتم، ما تنجحش في التسجيل، تتخطف الكرة وسريعة على طول وداخلة نادين، ويا سلام يا نادين ويا سلام يا تمارة، لكن في سن الحلقة تروح الكرة للجزيرة. هجمة جميلة ولكن في سن الحلقة. رنا علاء تعكس الملعب لحبيبة حاتم، حبيبة ناحية اليمين وتصويبة، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لنادين وداخل نادين على الباسكت وتسجل نقطتين، ترفع النتيجة 13 الأهلي 4 الجزيرة. خديجة لجنى أشرف، جنى في نص الملعب لرنا علاء، رنا بتحاول توسع لنفسها وبتصوب تصويبة ثلاثية، ثلاثية من رنا علاء، وسعت لنفسها وصوبت وسجلت ثلاثية، 7 الجزيرة 13 الأهلي. الكرة مع النادي الأهلي، ميرال تلعبها ناحية اليمين لتمارة، وتمارة لميرال، ميرال لنادين، وتصوب وتسجل رنيم الجداوي نقطتين، ترفع النتيجة ل 15-7. رضوى، رنا علاء، ودخول على الباسكت من رضوى وتسجل نقطتين، ترفع النتيجة 9 الجزيرة 15 الأهلي. رضوى محمد بتعدي نص الملعب، على يمينها مرال، لكن تلعب ناحية الشمال لنادين اللي تلعبها الرنيم اللي بتسجل على طول نقطتين، ترفع نتيجة ل 17-7. الكرة مع الجزيرة، رنا علاء في نص الملعب، تعكس ناحية اليمين، تروح الكرة لحبيبة، لرنا تاني، لخديجة، وخديجة ولكن بتقطع كرة مرال وتخرج خارج الملعب، وتحتسب الكابتن مرام محمد عرقلة الكرة بالقدم وتجدد الثواني ل 14 ثانية. حبيبة حاتم لرنا علاء، رنا هتاخد تاني، ترجع لها كرة وداخلة رنا، وبتصوب رنا في سن الحلقة، تلم الكرة رنيم لرضوى وداخلة معاها على طول هي نادين السلعاوي، ويا سلام يا نادين يا سلام يا نادين، بتسجل نقطتين وتاخد خطأ الشخصي هيستوجب رمية حرة إضافية. تصويبة رنيم المتوسطة وبتصوب الرمية الإضافية نادين السلعاوي، وبتنجح تسجيلها. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم المدير الفني لنادي الجزيرة. 20 الأهلي 7 الجزيرة. لا هو في تغيير، الكرة استمرت اهو، كان في تغيير، شوف كده مين اللي غير. تقطع الكرة تاخدها رنيم، ورنيم عايزة تلعبها مرتدة لنادين السلعاوي، لكن بتتقطع الكرة والكابتن مرام على طول بتحتسب عرقلة الكرة بالقدم. رضوى هتطلع الكرة لرنيم لرضوى تاني، وتصويبة في سن الحلقة وتاخدها تمارة وتسجل نقطتين، ترفع النتيجة 22-7. رنا علاء تلعبها ناحية اليمين لحبيبة حاتم،
لرضوى، لرنا تعكس الملعب لخديجة، رنا علاء، رضوى تاني على خط الرمية الحرة، وداخلة رنا تتقطع منها الكرة، تاخدها رضوى واحد على واحد، وداخلة رضوى، داخلة رضوى، وتصوب رضوى تلم الكرة رنيم، وطلع على رنيم، وتسجل رنيم نقطتين، وتحصل على خطأ الشخص هيستوجب رمية حرة إضافية. أربعة وعشرين الأهلي سبعة الجزيرة، ورمية حرة إضافية. تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول الجزيرة، تاخدها رنا علاء، بتعدي من ناحية الشمال رنا، ترجع تاني ناحية اليمين في نص الملعب لملك حاتم لخديجة، وخديجة تلعبها الرضوة اللي بتصوب في سن الحلقة، تلم الكرة على طول حبيبة حاتم من الجزيرة لخديجة لرضوى، تلعبها تاني لرنا علاء ناحية اليمين، ما تنجحش في التسجيل، يلم الكرة على طول الأهلي نادين، وداخلة نادين، ونادين بتسقط جميلة قوي لرنيم، ولكن كانت في العمق كده مندفعة شوية، طلعت الكرة بره، اتقطعت الكرة راحت للجزيرة، وتصويبة من خديجة في سن الحلقة تلمها نادين، وخطأ شخصي، خطأ شخصي على رضوى محمد أثناء الريباوند، كابتن مرام محمد بتحتسب على رضوى، بتخرج رضوى وبتنزل بيكو، الكرة تطلع لخديجة، خديجة لرنا علاء ناحية الشمال لحبيبة حاتم، حبيبة عايزة تعدي وتسقط الكرة لملك حاتم، وتحاول ولكن متنجحش في التسجيل، تلمها رنيم، ورنيم بتعدي، تعكس الملعب ناحية الشمال لبيكو، وتصويبة في سن الحلقة، أول تصويبة لبيكو لسه ما سخنتش، تروح الكرة على طول لخديجة، وداخل لخديجة ومحاولة، ولكن خطأ شخصي على تمارا نادر السيد، خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب خديجة الرمية الحرة الأولى، بتنجح التسجيل، 10 الجزيرة 24 الأهلي. هتصوب الرمية الحرة التانية، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة الرنيم، رنيم لبيكو، بيكو تلعبها لتمارا، بيكو تاني والزون مفتوح، وداخلة بيكو تعكس الملعب، يا سلام يا نادين على الفيك الجميل ده، وتكمل لو تيجي يا نادين، عملت فيك حلوة قوي، طيرت خديجة بره الملعب وصوبت ولكن بعيد عن الحلقة، بترد على طول وتصويبة من ملك، تروح الكرة للنادي الأهلي لنادين، نادين في نص الملعب تحت الباسكت لبيكو، تطلع الكرة بره لتمارا، وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة للجزيرة، رنا علاء قافلة عليها بيكو، تلعبها ناحية الشمال لحبيبة حاتم، حبيبة بتحاول تعدي، تلعبها بره تاني لرضوى، ورضوى الحبيبة، وتصويبة في سن الحلقة، وأوت سايد الكابتن محمد سعيد زايد بيحتسب أوت سايد على بيكو. هتطلع الكورة حبيبة لرضوى، وتصويبة بتنجح في التسجيل، ترفع النتيجة ل 12 الجزيرة 24 الأهلي. بيكو تلعبها لتمارا، تمارا تسيبها لمرال، وداخلة مرال تسيب الكرة لنادين، ونادين بتعدي تلعبها بره لبيكو، وتصويبة ثلاثية، ثلاثية بيكو ترفع النتيجة ل 27 الأهلي 12 الجزيرة. بيكو حبيبة محمد بيكو، والكرة مع حبيبة تروح لرضوى، ورضوى بتحاول وبتنجح في التسجيل، وتاخد خطأ شخصي برمية حرة إضافية على بيكو. بس حضراتكم كده الثلاثية الجميلة،
ثلاثية ولا أروع من بيكو. في تغيير، نزل الدين عمرو، وفي تغيير في الجزيرة، تنزل فاطمة هاني وبتخرج حبيبة حاتم. بتنجح في تسجيل الرمية الحرة الإضافية رضوى سالم، وكرة مع بيكو، بيكو لنديم، لرنيم، رنيم لدينا، ودينا تلعبها لميرال، وميرال داخلة بتوسع لنفسها حلوة قوي، وبتصوب وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 29-15. عالية خالد لرضوى، لعالية تاني، وعالية داخلة وبتقف في الهواء وبتصوب بعيد عن الحلقة، تروح الكرة للنادي الأهلي، تتخطف الكرة من دينا لرضوى، ورضوى تطلع الكرة بره لخديجة وبتصوب في سن الحلقة تلمها نادين، نادين بتعدي تعكس الملعب ناحية الشمال لمرال، في نص الملعب لبيكو لنادين تاني، وتصويبة في سن الحلقة تلمها رنيم، ورنيم بتحاول ولكن بتاخد خطأ الشخص يستوجب رميتين حرتين. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة التانية. الكرة مع الجزيرة، عالية خالد ناحية اليمين لخديجة، بترجع تاني نص الملعب، هات وخد لخديجة تاني، في نص الملعب لفاطمة هاني، تتقطع الكرة وداخلة على طول نادين لدينا عمرو، بتطلع على طول تسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 31-15. عالية خالد الناحية التانية، وتصويبة في سن الحلقة، وبتنتهي أحداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 32-15 الجزيرة. تعليمات المديرين الفنيين بين الفترات، جميع اللقاءات اللي الاهلي تقابل فيها مع الجزيره خلال الموسم كان من نصيب الفوز للنادي الاهلي. اول مباراه في الدور الاول كان الاهلي والظهور، الاهلي فاز على الظهور 99-61، وفي تاني مباراة الأهلي فاز على هليوبلس 98-55. النهاردة تالت مباراة للأهلي، و برضو في أقرب توقف هقول لحضراتكم بقية المباريات اللي فاضلة للأهلي هيقابل مين وفاضل كام مباراة. انتهى الكوارتر الاول 32 الاهلي 15 الجزيره، وهنبتدي مع حضراتكم احداث الفتره الثانيه. والتعليمات من كابتن طارق خيري للاعبات الاهلي، وتعليمات الكابتن عمرو عاصم لاعبات الجزيره.
وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الثانية لاعبات الأهلي. نزلنا الأرض الملعب في انتظار لاعبات الجزيرة. شايف ثريا ايه نزلت ويارا أسامة. الحيازة في بداية الفترة الثانية للجزيرة، لأن الاستحواذ في بداية المباراة كان للنادي الأهلي. الكرة مع الجزيرة، فاطمة هاني تعكس الملعب وتصويبة في سن الحلقة تلمها خديجة ومحاولة، ولكن خطأ شخصي على يارا أسامة. خطأ شخصي، كابتن مرام محمد بتحتسب خطأ شخصي، هيستوجب بنيتين حرتين. المحترفة الأمريكية خديجة هتصوب الرمية الحرة الأولى، تنجح التسجيل، ترفع النتيجة ل 16 الجزيرة 32 الأهلي. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية. بيكو تلعبها طويلة بعد نص الملعب، تتقطع الكرة، تاخدها خديجة، وداخلة خديجة على الباسكت، وتسجل خديجة نقطتين، ترفع النتيجة 18 الجزيرة 32 الأهلي. بيكو تلعبها لدينا، البيكو تاني، وخطأ شخصي على فاطمة ياني من الجزيرة، هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. طيب هنا هنقول بقى، هتلعب قبل خط النص ولا بعد خط النص هتفرق في ايه؟ لو لعبت من قبل خط النص هيديها زمن هجمة كاملة زي ما شاور كده الكابتن محمد سعيد، 24 ثانية كاملة. انما لو كان الخطأ الشخصي بعد خط النص على طول، كان هتستمر في الثواني لو فوق 14 ثانية. بيكو لثريا، بيكو تاني، تعكس الملعب ناحية الشمال، وتصويبة من دينا في سن الحلقة، تروح الكرة على طول لفاطمة هاني. فاطمة بتعدي نص الملعب، طلع الكرة ناحية الشمال لعليا خالد. عليا بتنده كده على رضوى تعمل لها ستار، وبالفعل بتنفذ، وداخلة تعكس الملعب لخديجة، وتصويبة من خديجة، بتنجح خديجة انها تسجل. شايف كده كابتن محمد سعيد كان رافع ايد واحدة باتنين، هنشوف هيقول ايه. 32 الاهلي 21 الجزيرة. وتغيير، نادين هتنزل وهتخرج دينا عمرو. لا خرجت بيكو، خرجت بيكو، يبقى نادين مكان بيكو. حبيبة حاتم تلعبها العالية لحبيبة تاني، وداخلة حبيبة تطلعها بره العالية، وعالية داخلة عالية تلعبها الرضوة، ورضوة لفاطمة لخديجة، وتصويبة من خديجة في سن الحلقة، تلم الكرة يارا تلعبها لثريا، وثريا بتعدي، بتعدي نص الملعب لدينا، ودينا لثريا، لثريا المرال، نادين بتعكس ليارا، وداخل على طول مرال تطلع الكرة تاني لنادين، ولكن كانت طويلة خارج الملعب اوت سايد. يعني هي فكرتها كانت عايزة كده تسحب الدفاعات عليها، فتوسع المسافات لنادين، وتاخد الكرة نادين وتصوب ثلاثية، ولكن الكرة جت جامدة خارج الملعب اوت سايد. حبيبة حاتم تلعبها العالية خديجة، عالية تسقط الكرة الرضوة تحت الباسكت، وطلع رضوة، ولكن خطأ الشخصي على يارا أسامة، يستوجب رميتين حرتين. هتصوب رضوة سالم كابتن فريق الجزيرة الرمية الحرة الأولى، تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى 21-32. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول ثريا لنادين، وتلحقها ثريا قبل ما تتقطع، تاخدها تاني ثريا لمرال في نص الملعب ناحية الشمال لنادين، ونادين بتوسع لنفسها تلعبها ليارا،
ويارا تعكس الملعب لصوريا، وفاضل 4 ثواني على زمن الهجمة، وتصويبة في سن الحلقة من فوق تلمها يارا، ويارا المرال طلع الكرة كده لنادين، ودخل نادين، يا سلام يا نادين، دخلة واخترقت كده ووقفت في الهواء وسجلت نقطتين ترفع النتيجة 34-21. عالية خالد تلعبها الحبيبة ناحية الشمال، ودخل حبيبة وبتصوب وتاخد خطأ الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين. كده السلمية بتاعت نادين وقفت في الهواء وسجلت ولا أرض. بتصوب حبيبة حاتم، رمية الحرة الأولى بتنجح التسجيل. بتصوب الثانية وتنجح في التسجيل. ثريا تلعب الكرة لنادين، داخلة نادين وخطأ الشخصي على عالية خالد. ثريا دينا تروح الكرة لثريا، وثريا يا سلام يا ثريا، حلو قوي الفيك ده، وتصويبه وتاخد خطأ الشخصي، هيستوجب 3 رميات حرة. عملت فيك حلو قوي، وسعت لنفسها وصوبت، ولكن ارتكب معاها خطأ الشخصي، استوجب 3 رميات حرة. تنجح تسجيل الرميه الحره الاولى 35-22. تصوب الرميه الحره الثانيه، تنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية، تصوب الرمية الحرة الثالثة. تنجح تسجيل كده 3 رميات. خديجة بتطلع الكورة. وعلى طول حبيبة ونقطتين. 24-36. يعني متهيألي في بونت تاني للآلي 37. الكرة مع نادين وتصويبة في سن الحلقة، خطأ شخصي على نادين، اللي كانت ثريا بتصوب 3 رميات حرة، نجحت في تسجيل 3 رميات، ولكن تتقطع الكرة ويارا، وخطأ سلوك غير رياضي، خطأ سلوك غير رياضي على عالية خالد، هيستوجب رميتين وحيازة. رميتين وحيازة ليارا أسامة. بتصوب الأولى ما تنجحش في التسجيل. وبتصوب الثانية وتاخد حيازة بزمن هجمة 14 ثانية. بتنزل كنزي أحمد في الجزيرة، وكرة مع ثريا، ثريا المرال، وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة للجزيرة، وهجمة سريعة وداخلة حبيبة، وخطة فيها عكسية، ولكن يلم الكرة، تلم الكرة على طول يارا لثريا. ثريا ناحية الشمال تلعبها لنديم في نص الملعب. نادين بتسقط الكرة ليارا، وداخلة يارا، وداخلة يارا، عايزة تعلى شوية يا يارا، تروح الكرة للجزيرة، تقطع الكرة دينا عم، ولكن خارج الملعب، اوت سايد لصالح الجزيرة. في تغيير في صفوف الجزيرة، بتنزل جنى وائل وبتخرج فاطمة هاني. كنزي بتقفل عليها ثريا، بيتعدي كنزي، ولكن بتخرج خارج الملعب. شوف كده قرار الكابتن محمد زايد، بيحتسب خطأ الشخصي على ثريا. خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين، لأن النادي الأهلي ارتكب أكثر من 4 أخطاء شخصية.
كنزي هتصوب الرمية الحرة الأولى تنجح التسجيل. وهتصوب الرمية الحرة الثانية وتنجح في التسجيل. 37 الأهلي 29 الجزيرة. والكرة مع مرال لدينا لرنين تعكس الملعب لصرية في نص الملعب لدينا لرنين وداخل لرنين وبتصوب رنين في سن الحلقة تروح الكرة الرضوة وتقطع الكرة مرال لصرية ويا سلام يا صرية يا سلام يا صرية في سن الحلقة عملت فيك حلوة قوي برضه تحت الباسكت لرنيم ورنيم خطة فيها عكسية وتسجل نقطتين ترفع النتيجة 39-29. كنزي تتقطع الكرة ولكن تروح لرضوى. رضوى تلعبها لجانا لكنزي تاني في نص الملعب مقفول عليها بتحاول تعد ولكن بتخبط الكرة في قدم رنيم وخارج الملعب اوت سايد. الكابتن مرام محمد بتحتسب عرقلة للكرة بالقدم. الخطفية الجميلة بتاعت رنيم. كنزي لخديجة وتصويبة قصيرة لرضوى. رضوى الجنة وجنى بتصوب وبتسجل نقطتين. ثريا ناحيه اليمين لدينا ودينا لنادين تحت الباسكت وهي داخله بتوسع لنفسها ولكن غيرت زاويه التصويب بعد ما كانت فكرت انها تصوب من ناحيه اليمين غيرت رايها لناحيه الشمال جات الكره في سن الحلقه ولكن خدت خطا الشخص هيستوجب رميتين حرتين. بتنجح تسجيل الرميه الحره الاولى نادين السلعاوي. 40 الاهلي 31 الجزيره. وبتنجح تسجيل رمية الحرة الثانية 41-31. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيرة. نسمع كده مع حضراتكم تعليمات المدربين للفريقين كابتن طارق خيري للاهلي والكابتن عمرو عاصم للجزيرة. انتهى الوقت المستقطع في انتظار نزول اللاعبات لارض الملعب. لذلك كابتن عمرو بيدي تعليماته وبدات لاعبات الجزيره تتجه لارض الملعب. ولسه الكابتن طارق بيدي التعليمات للاعبات واستعجال من حكمي المباراه. كابتن محمد سعيد زايد جاي بيستعجل اهو الكابتن طارق. بدات اللعبات لنزول ارض الملعب. ثريا نزلت ونادين ورضوى ومرال ورنين. ده كده الخماسي بتاع الاهلي في الفتره اللي جايه. جنى تروح الكره لخديجه
وخديجة بتلعبها مرتدة أرضية لحبيبة اللي بتسجل نقطتين للجزيرة ترفع النتيجة ل 33-41. رضوى تلعبها المرال، مرال بتعكس على طول لنادين، ونادين بتعكس لرنيم، ولكن تتقطع ترجع لها الكرة وداخلة رنيم وبتصوب، وبتسجل رنيم بكل ثقة ترفع النتيجة ل 43-33. خديجة المحترفة الأمريكية في صفوف الجزيرة، وداخلة خديجة تقطعها رنيم، هي لعبتها كده بجسم رنيم، تروح الكرة على طول لرضوى ولرنيم، ويا سلام يا رنيم ويا سلام يا مرال. على طول رنيم شافت مرال وهي جاية، استلمت الكرة ما استنتش عليها، بصوا حضراتكم اهي، استلمت على طول سلمت لمرال، طلعت مرال سجلت نقطتين. خدت رمية حرة إضافية 45-33. هتصوب مرال الرمية الحرة الإضافية، تنجح التسجيل، تروح الكرة للجزيرة، خديجة بتعدي من ناحية الشمال، تقفل عليها رنيم، تعكس الملعب لرضوى وتصويبة في سن الحلقة تلمها ثريا، ثريا على طول تلعبها لرضوى، ورضوى لثريا، وثريا بتعدي وخارج، ولكن خطأ شخصي لصالح ثريا يستوجب رميتين حرتين، كلا الفريقين ارتكب أربع أخطاء شخصية. يعني أي خطأ شخصي في حالة المحاورة هيستوجب رميتين حرتين، في حالة الدفاع يعني. لما يبقى المدافع يرتكب خطأ شخصي في حالة المحاورة، لما يبقى المهاجم بيحاور في الحالة دي رميتين حرتين، أما في حالة التصويب ليها حالتها بقى، بيصوب بثلاثة هياخد ثلاث رميات، أو رمية إضافية لو سجل، بيصوب باثنين هياخد رميتين، أو رمية إضافية لو سجل. 47 الأهلي 33 الجزيرة، ورضوى وتعكس وتصويبة ثلاثية من جانا وائل ترفع النتيجة ل 36-47. رضوى محمد مرال تعكس الملعب على طول لنادين، رضوى لثريا وتصويبه في سن الحلقه، تلحق الكره رضوى قبل ما تخرج خارج الملعب، لثريا تاني لرنيم، ورنيم بتصوب في سن الحلقه تلمها خديجه تلعبها لجانا، جانا لكنزي، كنزي مستنية لاعباتها تاخد أماكنها، تلعب لرضوى لخديجة وتصويبة سن الحلقة تروح على طول لمرال، مرال باصة طويلة على نادين خارج الملعب أوت سايد. كنزي بيتعدي كنزي وبتصوب كنزي وبتسجل نقطتين للجزيرة ترفع نتيجة ل 38-47. رنين لرضوى، ثريا تعكس الملعب لنادين، ونادين تطلع الكرة بره تاني، ترجع تاني لثريا، لرضوى، لرنين، وتاخدها مرال، وداخلة مرال طلعها لثريا وتصويبة في سن الحلقة، ولكن بعد هنشوف هل بعد ولا قبل، لا قبل زمن الهبل. خطأ شخصي يستوجب ثلاث رميات حر. هتصوب الرمية الحرة الأولى، تنجح ثريا في تسجيل الرمية الحرة الأولى، وتسجل الرمية الحرة الثانية،
وتصوب التالتة تروح للجزيرة. خديجة 50 الأهلي 37 الجزيرة. هات وخد ترجع لها الكرة تاني تطلعها لرضوى. ورضوى تطلع الكرة ناحية اليمين ترجع لها تاني وتصويبة من رضوى في سن الحلقة تلمها ثريا. ثريا رضوى محمد وباصة طويلة تحت الباسكت لرنيم على طول رنيم بتطلع تسجل نقطتين. 52 37 الإعادة طلع على طول سجلت نقطتين 52 الأهلي 37 الجزيرة. في وقت مستقطع طلبه وقت المستقطع الثاني طلبه الكابتن عمرو عاصم. الجهاز الفني واقف بجوار الكابتن طارق وهو بيشرح شايف دكتوره مي القاضي المعد النفسي للفريق ويمكن النادي الاهلي من اوائل الفرق اللي عملت معد نفسي ودور كبير قوي للمعد النفسي داخل الفريق يعني دور كبير جدا للاعداد النفسي للفريق ويمكن دكتوره مي القاضي بتقوم بالدور ده على احلى الوجه فبنحييها بصراحه عليه لان دورها كبير جدا. كل عنصر من عناصر الجهاز الفني في النادي الاهلي له دوره ولو اتكلمنا عليه يمكن محتاجين الساعه ونص بتاعه الماتش ولكن ليه بنتكلم على الاعداد النفسي؟ لان هو اقرب حاجه على طول للاعبات في حاله تغيير النفسيه من اداء مباراه من نتيجه على طول بسرعه لازم ترجعهم نقول ايه المنافسه والفوز والاحساس بالفوز على طول. جنى طلع الكرة كنزي بتعدي بتحاول كنزي بتسقط الكرة يا سلام بس بتشيل لها الكرة على طول وتروح لثريا وداخلة ثريا ويا سلام يا ثريا يا سلام يا ثريا لعبة جميلة من أولها من أول البلوك لحد الباسكت تروح الكرة على طول لجزيرة رضوى لحبيبة لرضوى تاني ورضوى بتلعبها لحبيبة حاتم حبيبة بتحاول تخترق ولكن بتلعبها بره وفاضل 4 ثواني وداخلة كنزي وبتسجل كنزي 54-39 وبتنتهي أحداث الفترة الثانية والشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 54-39 الجزيرة. استراحة قصيرة على أن نعود لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني فانتظرونا كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل أبو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي عشاق كرة السلة في كل مكان دكتور وائل أبو العزم يحييكم حيث يسعدنا ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على احداث الشوط الثاني من لقاء الاهلي والجزيره في اطار ثالث مباراه في الدور الاول للترتيب من الاول للثامن. انتهت احداث الفتره الاولى بتقدم الاهلي 32-15 واحداث الفتره الثانيه بتقدم الاهلي 54-39. هفكر حضراتكم كده بال فرقتين على ما يجهزوا ويبتدوا ينزلوا ارض الملعب بيمثل النادي الاهلي مرال اشرف نادين السلعاوي ثريا محمد دينا عمرو رضوى محمد رميم الجداوي تمارا نادر السيد حبيبه محمد بيكو يارا اسامه جيده خالد هنا حتحوت فاطمه محمد مرزوق الاداره الفنيه الكابتن طارق خيري ومعاه الكابتن كريم
عبد المنعم والكابتن علياء الجمال، والاحمال الكابتن محمد عبد العزيز، ومدير اداري الكابتن ماجد المسلمي، واداري الكابتن نجاح ربيع، ومحلل اداء كابتن اشرف الشربجي، ومعد نفسي دكتوره مي القاضي، والطبيبه دكتوره مروه الحسيني، علاج طبيعي دكتوره ياسمين الكيلاني، ومدلكه كابتن ايمان جمال. اما الجزيره بيمثلوا جانا وائل، حبيبه حاتم، الامريكيه خديجه، ينجي عمرو، كنزي احمد، فاطمه هاني، ملك حاتم، رضوى سالم، رنا علاء الدين، عليا خالد، هلا تامر، جانا اشرف، والاداره الفنيه الكابتن عمرو عاصم، ومعاه الكابتن مصطفى سيد، والكابتن نهال سعد الدين، والاحمال كابتن فريد سمير، والاحصائي كابتن علي عبد الباري، والمدير الاداري كابتن هيثم ممدوح، والطبيب دكتور عبد الغني محمد. بيحكم لقاء اليوم الكابتن محمد سعيد زايد، ومعاه الكابتن مرام محمد، وعلى الطاوله فرح الشافعي، عبد الرحمن صلاح، زياد الدباغ، نهى فاروق. الاهلي لعب اولى مبارياته كان مع الظهور، فاز الاهلي 99-61. تاني مباراه لعب الاهلي مع اليوبلس، فاز الاهلي 98-55. النهارده ثالث مباراه في الدور الاول. رابع مباراه للاهلي هتكون مع مصر للتامين، وخامس مباراه هتكون الاهلي مع الاتحاد السكندري، سادس مباراه للاهلي هيكون الاهلي مع سموحه، سابع مباراه للاهلي واخر مباراه في الدور الاول هتكون مع سبورتنج. بعد كده هنبدا احداث او الدور الثاني. بيتم الترتيب من الاول للثامن، وبعد كده بيتاخد السابع والثامن والتاسع والعاشر من المجموعه اللي هي من 9 ل 16. بيتلعب دوره، او السابع بيلعب التاسع والثامن بيلعب العاشر، او يعني السابع بيلعب العاشر والثامن بيلعب التاسع. بيتلعب بيست اوف 3 ما بينهم، واللي بيكسب بيدخل في الترتيب سابع وثامن، يعني في فرصه للي في التاسع لل 16 انه يلحق رجل الكبار. بعد كده الاول هيقابل الثامن، والثاني هيقابل السابع، والثالث هيقابل السادس، والرابع هيقابل الخامس، وهنلعب بيست اوف. وبعد كده ننتقل لمراحل نهائيات البطوله. البطوله المفروض هتتوقف من 23 يناير ل 17 فبراير للارتباطات الدوليه للاتحاد 3-3، والبطولات اللي مشارك فيها الاتحاد وبطوله الشارقه. ملاحظات وهنبدا مع حضراتكم اللقاء. برضو الجزيره في مباراته الاولى فاز على الاتحاد السكندري 75-58، وفاز على سموحه 69-46. حوار ما بين الكابتن محمد سعيد زايد والكابتن مرام محمد حكمي اللقاء زي ما حضرتك شايفين، وده بتبقى دايما بنقول سنه محموده ان بيحصل حديث ما بين الحكام دايما لاداره المباراه والخروج بالمباراه لبر الامان. وكل ما يبقى في توافق ما بين التحكيم والحكام داخل الملعب بتبقى القرارات ناجحه. كابتن عمرو عاصم المدير الفني لجزيره هو برضو احد ابناء النادي الاهلي، يمكن ابناء النادي الاهلي منتشرين في اماكن كثيره وليهم من النجاحات. لحظات وهنبدا اللقاء. كابتن محمد سعيد زايد اتجه لبنش الجزيره بيستدعيهم، والكابتن مرام بتتجه للكابتن طارق خيري عشان تستدعي اللاعبات. بعد المباراه النهارده في الرجال مباراه الاهلي والزمالك، ولكن هتتلعب في الزمالك،
هتبقى الساعة 8. كل التوفيق لرجال الفانيلا الحمراء. قراءة الفاتحة والاستعداد لنزول أرض الملعب. بالفعل بدأ لاعبات الأهلي النزول لأرض الملعب. ثريا وتمارا ونادين ورضوى ورنين الجداوي. دول كده الخماسي اللي هنبدأ بيهم أحداث الفترة الثالثة. الحيازة الفترة اللي فاتت كانت مع الجزيرة. يبقى الحيازة الفترة الثالثة مع الأهلي وما حصلش أي احتكام لسهم الحيازة خلال الفترة التانية. حوار ضاحك ما بين الكابتن عمرو عاصم وثريا. والكرة مع رضوى. ورضوى بتقف على كرة تلعبها لنادين لرنيم. ورنيم داخلة رنيم. ويا سلام يا رنيم. بتسجل رنيم. ترفع النتيجة ل 56-39. جنى تلعب الكرة لرنا علاء. رنا الحبيبة لرنا تاني. رنا تلعبها الحبيبة لرنا وداخلة رنا. تطلع الكرة برة وتصويبة ولكن تروح على طول لرنيم. رنيم لسرية. وثريا بتندى على رضوى وبتستلم فعلا رضوى. بتنزل تعمل لها ستار رنين. تطلع الكرة بره لتمارا لثريا ناحية الشمال وداخلة ثريا. وتطلع الكرة بره لنادين وتصويبة ثلاثية. ثلاثية نادين السلعاوي. ثلاثية ترفع النتيجة لتسعة وخمسين تسعة وتلاتين. بتصوب خديجة. تلحقها رضوى. ما تلحقهاش رضوى تبقى اوت سايد لصالح الجزيرة. رضوى بتكلم نادين بتقول لها انا داخلة على الكرة ولكن نادين ما شافتهاش وضربت الكرة على طول بسرعة بمبدأ السلامة خارج الملعب. خديجة. خطأ شخصي لصالح رضوى على رنيم الجداوي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. الكرة لصالح الجزيرة طلعها حبيبة حاتم. وتلعبها لخديجة وقصيرة تروح لرنيم لرضوى. وطويلة على طول ليه نادين تعكس الملعب وتصويبة ثريا. ثلاثية ثريا. ثلاثية ثريا ترفع النتيجة 62-39. الكرة مع الجزيرة حبيبة. رنا علاء تلعبها لرضوى. ورضوى بتصوب ولكن ما تنجحش في التسجيل. تلم كرتها تاني وتصويبه وبتسجل نقطتين. رضوى بتعدي نص الملعب تلعبها لنادين وتصويبه في سن الحلقه من نادين. تروح الكره على طول لجنى وداخله جنى على الباسكت. وتلعبها عكسيه ولكن تروح لرنيم. رنيم لثريا. رنيم تاني هات وخد. يا سلام يا ثريا. يا سلام يا رنيم. جملة حلوة قوي. وهي داخلة هات وخد كده على طول على الباسكت ترفع نتيجة 64-41. رنا علاء لخديجة تلعبها لجنى. جنى بتحاول تعدي تلعبها لخديجة. وخديجة ثلاثية. ثلاثية خديجة. والكرة مع رضوى. نادين
لثريا، رنيم ورنيم لرضوى بره لثريا، وثريا هتجرب تاني، قفلوا عليها تروح لرضوى، وتصويبه بره بعيد خارج الملعب اوت سايد. 64 الاهلي، 44 الجزيره، وتغيير بتخرج رنا علاء وبتنزل عاليه خالد في الجزيره. عاليه بتعدي، عاليه تلعبها في العمق كده جوه ليه حبيبه، وحبيبه تعكس الملعب لجانا وائل اللي بتصوب، وخطا الشخصي على تمارا نادر السيد. خطأ الشخصي بتقول كانت دايسة على قوس الثلاثية كابتن مرام فاحتسبت رميتين حرتين. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى جانا وائل من الجزيرة 45-64، وتصوب الثانية ما تنجحش في التسجيل. رضوى بتعدي، رضوى تلعبها لثريا تعكس لنادين لرنيم لثريا بره، وتصويبه في سن الحلقه تروح على طول الكره لرضوى الجزيره، تلعبها لعاليه، وعاليه داخله على الباسكت وبتطلع عليها رضوى تشيل الكره من فوق ايديها تطلعها خارج الملعب اوت سايد. رضوى تلعبها الحبيبة حاتم لعالية ناحية اليمين، وعالية بتعدي توقف على كرتها وبتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة الرنين تلعبها لثريا، وثريا طويلة تحت الباسكت لرضوى بتسجل نقطتين ترفع نتيجة 66-45. عالية وخطأ الشخصي على رضوى. خطا الشخصي هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. جانا وائل هتطلع الكره، طلعها لعلي، علي قافل عليها تمارا، تلعبها الحبيبه لعليا تاني، وعليا بتلف وتحاول تلعب وتصوب، ولكن في سن الحلقه تروح لرضوى. رضوى بتعدي تعكس الملعب لتمارا، وتمارا تحت الباسكت لرنيم وتصود، ولكن خارج الحلقه تروح على طول لخديجه، وخديجه ارضيه باصه حلوه من خديجه، الكره الحلوه ما نقدرش نقول عليها غير كره حلوه بتسجل بيها نقطتين. رضوى لتماره لثريا رنيم، وتصويبه في سن الحلقه تروح لخديجه، ودخول على الباسكت، وخطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. بتنزل يارا أسامة وبتخرج رنيم الجداوي. تصوب الرمية الحرة الثانية، تروح الكرة ليارا، يارا لتمارا، تمارا الرضوى، وثريا بتطلع لها قدام تلعبها في نص الملعب لتمارا تعكس الملعب لمرال لتمارا، وتمارا تطلع الكرة لثريا وتصويبة ثلاثية ثلاثية، ثريا محمد ثلاثية ورا أروع من ثريا. بصوا حضراتكم طلعت الكرة بره على طول، ما استنتش ثريا وصوبت وسجلت ثلاثية ولا أروع. 69-48 والكرة مع حبيبة، والخطأ الشخصي هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. خطأ الشخصي على ثريا،
كده الاهلي ارتكب اربع اخطاء شخصيه. بتصوب حبيبه حاتم ما بتنجحش في التسجيل، وتصوب الثانيه وتنجح في التسجيل. بتخرج رضوى وبتنزل بيكو، وتمارا بتطلع الكره لبيكو. بيكو بتعدي نص الملعب لدينا عمرو، بتقطع الكرة تروح لخديجة، وخديجة بتحاول تعدي من دينا، ودخول على الباسكت من حبيبة، وأوت سايد لصالح نادي الجزيرة. تمارا بتطلع الكرة خارج الملعب، أوت سايد. خديجة لعالية، وعالية بتطلع الكرة بره، وتصويبة سن الحلقة، ترد الكرة تروح لدينا، وخطأ الشخصي لصالح دينا. خطأ الشخصي على حبيبة حاتم من الجزيرة، هيستوجب خارج الكرة من الحد النهائي. دينا لبيكو، بيكو تلعب الكرة قدام لتمارا، لبيكو تاني، لميرال، لدينا، وتصويبة سن الحلقة من بيكو خارج الملعب، أوت سايد. أوت لصالح نادي الجزيرة من الحد النهائي. علي خالد تلعبها لإنجي عمرو، لعالية تاني، وعالية بتعدي وبتوسع لنفسها وتصوب، ولكن بتخبط في جنب اللوحة، وتروح على طول الكرة للنادي الأهلي. دينا ليارا، ويارا بتوسع لنفسها وبتصوب في سن الحلقة، تلم كرتها تاني تطلعها بره لتمارا. تمارا لبيكو، بيكو بتعكس لميرال، وميرال تلعبها لدينا، وداخلة دينا وتقف في الهواء وتصوب في سن الحلقة، تلمها يارا، واللي احتكام لسهم الحيازة، سهم الحيازة لصالح الجزيرة. أول احتكام لسامي الحيازة في المباراة. فاطمة هاني لعالية، عالية تلعبها ناحية اليمين، ترجع لها تاني لفاطمة، وتصويبة في سن الحلقة تروح للنادي الأهلي. خطأ الشخصي على إنجي عمرو، هيستوجب بتخلي الكرة من الحد النهائي. بيكو تلعبها لدينا، وتصوب دينا في سن الحلقة من فوق، تروح لخديجة، وخديجة بتعدي تلعب الكرة لكنزي. كنزي ناحية الشمال لفاطمة، بتصوب بعيد عن الحلقة، وبتحجز كده حلو على الكرة تمارا، لحد ما بتتاكد انها خرجت خارج الملعب، اوت سايد لصالح الاهلي. تمارا لبيكو، لتمارا تاني، بتعدي تمارا لبيكو في نص الملعب، ناحيه اليمين لميرال لتمارا، وخطا. شوف كابتن مرام احتسبت ايه. كرة مع يارا لبيكو، لميرال تعكس الملعب لتمارا، لميرال وتحت الباسكت، وتتقطع الكرة وتحاول تقطعها دينا، تروح الكرة لخديجة، خديجة العالية، وعالية عايزة تعدي وبتسجل نقطتين، ترفع نتيجة 52-69. دينا ترجع لها الكرة تاني، وتصويبة في سن الحلقة تروح لخديجة، خديجة العالية، تتقطع الكرة، ودخول من ميرال
وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب مرال الرمية الحرة الأولى. تنجح التسجيل 70-52. هتصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح بالتسجيل 71-52. عالية قفل عليها دينا ودخل عالية دخل عالية وبتشيلها لها من فوق ايديها كده ببلوك سريع من إيارة خارج الملعب اوت سايد. خديجة تلعبها العالية وعالية بتصوب في سن الحلقة. تروح الكرة لنادين ونادين بتعدي من ناحية الشمال توقف على كرتها تلعبها في نص الملعب لبيكو. بيكو لنادين ونادين بتفتح الملعب لميرال لنادين وداخل نادين ومحاولة كده على الكرة ولكن هنشوف الاحتكام لسالم الحيازة ولا في خطأ شخصي. هنشوف كده قرار الحكام ايه. الاحتكام لسالم الحيازة. بتنتهي احداث الفتره الثالثه بتقدم النادي الاهلي 71-52 الجزيره ودقيقتين فاصل ما بين الفتره الثالثه والفتره الرابعه. طبعا خلال الدقيقتين وخلال الفاصل التعليمات من الكابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي وتعليمات من الكابتن عمرو عاصم المدير الفني لنادي الجزيره. واللي لسه بيتابعنا نقول له احداث الفتره الاولى انتهى تقدم الاهلي 32-15 الجزيره. الفتره الثانيه تقدم الاهلي 54-39 الجزيره. الفتره الثالثه تقدم الاهلي 71-52 الجزيرة. تركيز تام من كلا اللاعبات لكلا المديرين الفنيين. التقى الاهلي والجزيره خلال الموسم اكثر من مره وكان الفوز من نصيب النادي الاهلي والتقوا في بطوله السوبر اللي الاهلي حصل عليها كاس السوبر. ده كان اخر اللقاءات. هنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الرابعة من مباراة الأهلي والجزيرة اللي انتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 71-52 الجزيرة. نزل لاعبات الأهلي لأرض الملعب في انتظار لاعبات الجزيرة وما زال الكابتن عمرو عاصم بيدي تعليماته.
الملعب ميرا الأشرف و فاطمة محمد. ونادين والحيازة للآل وبيكو. بيكو يلعب الكرة لفاطمة محمد لنادين. نادين لمرال وتصويبة بعيد عن الحلقة تروح لخديجة. خديجة لرضوى سالم كابتن فريق الجزيرة لخديجة تاني. كنزي كنزي لرضوى لكنزي ناحية اليمين بتعدي كنزي تلعبها لخديجة وتصويبة ما تنجحش في التسجيل تلمها يارا. يارا المرال المرال تلعبها ناحية اليمين في العمق كده لفاطمة. الملعب لنادين لبيكو في نص الملعب لفاطمة تاني وتصويبة ثلاثية ثلاثية. فاطمة فاطمة محمد مرزوق ثلاثية شهيرة بميسي. فاطمة من العناصر الشابة اللي بيدفع بيها الكابتن طارق خيري. 74 الآلي 52 الجزيرة وتصويبة في سن الحلقة ومحاولة بنقطتين لصالح حبيبة حاتم وخطأ الشخص يستوجب رمية حرة إضافية. هتصوب الرمية الحرة الإضافية حبيبة حاتم ما تنجحش في التسجيل تلم الكرة مرال. مرال لبيكو بتعدي بيكو وبيكو تعكس الملعب ناحية الشمال لنادين ترجع الكرة تاني ولكن لفاطمة وخطأ الشخصي لصالح فاطمة بيحتسب الكابتن محمد سعيد زايد على كنزي أحمد هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. نادين لبيكو لنادين تروح الكرة لمرال لبيكو وداخلة بيكو طلع تلعب الكرة عكسية لفاطمة قصيرة ولكن تلمها على طول يارا وتسجل قبل انطلاق صفارة زمن الهجمة. 76-54 خطأ الشخصي لصالح خديجة. لمت الكرة على طول ولعبتها وكان فاضل ثانية في زمن الهجمة. الكرة مع كنزي كنزي الخديجة خديجة الحبيبة حاتم. حبيبة عايز تلعبها أرضية ولكن كابتن محمد سعيد زايد بيجدد بتخبط في قدم دفاع الأهلي وعلى طول بيحتسب عرقله الكره وهنا احتسب خطا شخصي على المهاجم خطا على خديجه المحترفه الامريكيه هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. فاطمه لبيكو بتعدي بيكو لمرال ومرال الباصة جت جامدة بتعتذر لها ميرال بتعتذر لها يارا أسامة عفوا. والكرة مع كنزي كنزي بتقفل عليها بيكو تلعبها الحبيبة وحبيبة تطلع الكرة بره ولكن تقطعها ميرال وداخلة ميرال داخلة ميرال داخلة ميرال داخلة ميرال داخلة ميرال وبتسجل ميرال. 78-54 وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاصم المدير الفني للجزيرة
طبعا حد هيسأل يقول ليه عرفت ان الكابتن عمرو؟ لان الباسكت اتسجل في كابتن في الجزيرة، وهو المدير الفني الجزيرة اللي من حقه يطلب وقت مستقطع على طول في حالة لو اتسجل باسكت. طبعا بنقول مش للاعبينا ولا للناشئين اللي هم عارفين القواعد دي، احنا بنقول للمحبين كرة السلة اللي بيتفرجوا النهاردة وبيتابعوا ليه كل شوية بنقول الوقت المستقطع الكابتن عمرو بيطلبه، لان مجرد ما جه الباسكت وطلب وقت مستقطع يبقى ده لصالح الجزيره ولصالح الكابتن عمرو عاصم، هو اللي طلب طالما جه فيه الباسكت. انتهى الوقت المستقطع، كابتن طارق خيري الغزال غزال مصر وكان ملقب بالغزال وهو بيلعب من اللاعبين اصحاب التاريخ ومن اساطير كره السله كابتن طارق خاين. خديجه هتطلع الكوره، لرنا تقطع الكرة، يارا يارا لدينا، ودينا تلعبها لمرال، مرال تعكس الملعب لنادين، ونادين تلعبها لفاطمة وتتقطع الكرة، لكن خطأ الشخصي كابتن مرام بتحتسب خطأ الشخصي على رضوى سالم من الجزيرة. نادينا تطلع الكرة، في تغيير هتخرج يارا وتنزل رنين الجداوي. بيكو لنادين، ونادين بتصوب تصويبه في سن الحلقه، تروح الكره على طول لفاطمه هاني، وفاطمه داخله على الباسكت وسعت لنفسها حلو قوي، لكن تروح الكره على طول للنادي الاهلي، تاخدها ميرال، وميرال بتلعبها طويله لفاطمه ولكن تتقطع الكره، تقطعها خديجه لفاطمه هاني، تقطعها منها بيكو، وبيكو تلعبها لفاطمه جميله تحت الباسكت على طول. وهنا التحية لبيكو إن هي رفعت عينيها شافت مين فاضي، لقت فاطمة تحت الباسكت، لعبت لها كرة سجلت على طول نقطتين. فاطمة هاني لخديجة ونقطتين لنادي الجزيرة. ميرال، ميرال تعكس الملعب لنادين، ونادين تطلع الكرة بره لرنيم، ورنيم داخلة على الباسكت وبتسجل، رنيم وسعت لنفسها وهي داخلة كده ولقت المكان فاضي، طلعت على طول وبشمالها تسجل نقطتين. بص حضراتكم اهي 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 النهارده يعني الاعداد ولا اروع، ودايما طاقم الاخراج بقناة النادي الاهلي بيمتعنا باللمحات والفنيات الجميلة لإخراج مباريات كرة السلة. أوت لصالح الجزيرة، طلع الكرة فاطمة، تلعبها لجنى وائل، وصراع على الكرة والاحتكام لسامي الحيازة، سامي الحيازة لصالح، صالح الجزيرة. جنى وائل هتطلع الكورة، العبها لرنا علاء، وخطأ الشخصي على رنين الجداوي. كابتن محمد سعيد زايد بيوصف كده بيقول في دفع من الخلف. جنى وائل هتطلع الكورة تاني، تلعبها لرنا علاء،
رنا الخديجة، وخديجة بتحاول تعدي من هنا حتحوت اللي نزلت، و بيحتسب كابتن محمد سعيد زايد الباسكت، وخطأ الشخص يستوجب رمية حرة إضافية. بتصوب الرمية الحرة الإضافية بتنجح في التسجيل. 59 الجزيرة 82 الآلي، والكرة مع بيكو. بيكو في نص الملعب تحت الباسكت لفاطمة، تتقطع الكرة، تقطع الكرة على طول زي الصقر كده ميرال ما شاء الله عليها، وتاخد الكرة تنطلق بيها ناحية اليمين لفاطمة، وفاطمة تعكس الملعب لهنا لبيكو لميرال لبيكو، وداخلة بيكو تطلع الكرة بره، وتصويبة قصيرة في سن الحلقة من فاطمة تلمها بيكو وتسجل نقطتين. 84-59 الكرة مع الجزيرة، رنا علاء تلعبها الخديجة، والخديجة بتسقط الكرة ولكن الرنين بتقطعها ترجع تاني لملك حاتم اللي بتحاول ولكن تتقطع منها الكرة. بيكو لرنيم الجداوي، وداخل رنيم على الباسكت، داخل رنيم وخطافية عكسية ولكن بتاخد خطأ الشخص يستوجب رميتين حرتين. الكرة دي لمتها بيكو وبخبرة كده لفت وسعت لنفسها، خدت الديفنس في ظهرها وطلعت سجلت نقطتين. رميتين حرتين لصالح رنيم الجداوي، هتصوب الأولى ما تنجحش في التسجيل. هتصوب الثانية ما تنجحش في تسجيلها. تروح الكرة للجزيرة، خديجة تلعبها ناحية اليمين لحبيبة فاطمة، داخلة فاطمة وبتسجل فاطمة نقطتين. 61-84 بيكو ميرال تحت الباسكت لرنيم على طول بتسجل نقطتين. 86-61 رنا علاء لفاطمة، وفاطمة بتحاول تعدي واوت سايد على فاطمة، بتقفل عليها ميرال اشرف وبتنجح انها تخليها تعدي كده من عند الاند لاين، بتخرج من ايديها الكوره خارج الملعب اوت سايد. 3 دقائق 50 ثانية على نهاية المباراة، 86 الآلي 61 الجزيرة. بيكو بتعدي، بيكو تلعبها لفاطمة، فاطمة لبيكو تاني لمرال، تعكس الملعب لهنا لمرال لهنا تاني، وهنا بتعدي وداخل هنا وبتصوب هنا، ولكن بتروح الكرة للجزيرة وهجمة ودخول على الباسكت وبتنجح انها تسجل نقطتين جنى وائل، وتحصل على خطأ الشخص يستوجب رمية حرة إضافية. رمية حرة إضافية لجنى وائل من الجزيرة، تنجح في التسجيل. 64 الجزيرة 86 الأهلي. رنيم تلعب البيكو، تعكس الملعب لهنا وتصويبة في سن الحلقة من هنا، تروح الكرة على طول لجنى وائل، جنى لرضوى سالم، لجنى تاني لرضوى، رضوى لجنى، وجنى داخلة على الباسكت طلع الكرة بره لرنا علاء، لرضوى لرنا علاء، وتصويبة في سن الحلقة
تلم الكرة رنين وتخرج خارج الملعب اوت سايد. اوت سايد لصالح الجزيرة من الحد الجانبي. جانا وائل هتطلع الكرة. تلعبها لرنا علاء وبتعمل لها بلوك حلوة قوي فاطمة محمد وتخرج بالكرة خارج الملعب اوت سايد. رضوى بتسجل نقطتين للجزيرة 66-86. الكرة مع رنين وخطأ الشخصي لصالح رنين. شوف كده الكابتن مرام حسبها على رنا علاء الدين. تغيير بتنزل عالية خالد وبتخرج رنا علاء الدين من الجزيرة. كده في أربع أخطاء شخصية على الجزيرة. رنين بتصوب الرمية الحرة الأولى بتنجح في تسجيلها. بتصوب الرمية الحرة الثانية وبتنجح في تسجيلها. 88-66 والكرة مع عالية. رضوى ومخالفة المشي بالكرة. مخالفة المشي بالكرة يعني انا شايف ميرال اشرف بتقول للكابتن محمد سعيد كده برافو بتعمل له بايديها اوكي كده لان رضوى خدت الكرة وحنجلت بيها فعلى طول الكابتن محمد سعيد زايد احتسب مخالفة المشي بالكرة. بيكو عكسية لهنا لبيكو تاني لرنيم ورنيم بتصوب وبتسجل نقطتين ترفع نتيجة ل 90-66. عالية تلعبها بره لجنى وجنى بتصوب تلمها رضوى وبرضه بتتحرك رضوى بالكرة يعني بتمسك الكرة وبتاخد بيها الخطوات وبتتحرك على طول مخالفة المشي بالكرة. بيكو لهنا هنا تلعب الرنين لبيكو تاني لميرال لفاطمة وتصويبة في سن الحلقة تروح الكرة لرضوى. رضوى العالية عالية لرضوى وتصويبة من رضوى خارج الملعب اوت سايد. يمكن رضوى سالم كابتن فريق جزيرة عاملة مباراة كبيرة يمكن تقريبا معظم اوقات المباراة كانت بتلعب طول المباراة. في تغيير الكرة مع بيكو. بيكو الرنين وتروح الكرة على طول لهنا وطلع هنا ولكن على سن الحلقة وترد الكرة على طول لعالية وتصويبة ولكن رنين بتشيل الكرة خارج الملعب اوت سايد. تصويبة من ملك حاتم ولكن بتقابل قدامها رنيم الجداوي اللي بتشيل من فوق ايديها الكرة خارج الملعب اوت سايد. بتقطع تاني رنيم الكرة ولكن تاخدها عالية. عالية تطلع الكرة بره وتصويبة ثلاثية للجزيرة ترفع النتيجة 69-90. بيكو ميرال لبيكو لميرال تاني لبيكو لرنيم وخلاص اكتفى اللاعبات بنتيجة المباراة بفوز الاهلي 90-69 الجزيرة. مبروك النادي الاهلي ومباراة طيبة من فتيات الجزيرة. مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناة النادي الاهلي شكرا لحضراتكم والى اللقاء في مباريات اخرى. كان معكم معلق رياضي دكتور وائل ابو العزم.